إذا متتبعات متتبعي قناة شوف تي في، أهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر هنا من الناظور. إذا صار لساكنة الناظور الحمد لله ولله الحمد لم تسجل أي إصابة في إقليم الناظور ولم تسجل أي حالات وفاة. هذا الشيء كيف الراحة وكيف الشر والخير طبعا متتبعينا، ولكن بالرغم من ذلك خاصنا نبقاو على بال ونلتزموا قواعد النظافة والسلامة الصحية ومسافة الأمان ونعملوا الكمامات ديالنا. إذا أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 579 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية من يومه الخميس، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابات المؤكدة بالفيروس بالمملكة 496,676. للأسف 7 ديال الوفيات والمجموع الوفيات 8,825. ولله الحمد 348 حالة شفاء خلال 24 ساعة الماضية، ومجموع الحالات الشفاء في بلادنا 483,711. من الحالات المستبعدة بعد تحليل المخبري السلبي قد بلغ 5,486,081. الحمد لله في إقليم الناظور لم تسجل أي إصابة جديدة، لم تسجل في إقليم الناظور أي حالة وفاة، الحمد لله. هذا الشيء كيف الراح وكيف الشر بالخير. إذا الفرج قريب إن شاء الله، والحمد لله كاين تراجع كبير في العدد ديال الإصابات والوفيات في بلادنا، وكاين إقبال كبير على التلقيح، ولكن خاصنا نبقاو على بال وخاصنا نردوا البال طبعا، لأن هذا الفيروس هذا راه مازال منتصر مازال منتشر بيناتنا، وهذا الفيروس هذا راه مازال كاين يعني بهذه السلالة الجديدة. طبعا السلالة الجديدة انتشرت بواحد الشكل كبير في بعض الدول الأوروبية والدول الإفريقية والعربية. السلالة الجديدة يعني سريعة الانتشار، يعني خاصنا نردوا البال ونبقاو على بال والتزموا بالتعليمات ديال السلطات والتزموا بقواعد النظافة والسلامة الصحية ومسافة الأمان. فعلا كورونا هذه راه زيد من سنة احنا عايشين مع هذا الفيروس اللعين، فيروس كورونا، عايشين في الخوف، عايشين في الرعب، عايشين في واحد يعني كما كنقولوا العالم كان يعاني بسبب هذا الفيروس اللعين فيروس كورونا. كتفيق في الصباح كتسمع كورونا، كتمشي للسوق كتدخل الدار ما تسمع غير كورونا، كتمشي تنعس تسمع غير كورونا. اكثر من عام وحنا عايشين في الرعب وحنا عايشين في الخوف وعايشين في المعاناة مع هذا الفيروس اللعين. العالم كان يعاني مع هذه المصيبة ديال كورونا، ولكن الحمد لله الحمد لله التلقيح دابا راه كاين، والتلقيح راه فعال والتلقيح راه ايجابي، واي واحد وصلته النوبه ديالو خاصو يمشي يعمل التلقيح، لانه التلقيح غادي يعطينا واحد المناعه قويه باش نتصداو لهذا الفيروس هذا. الحمد لله بلادنا يعني ازيد من 8 ديال تقريبا 8 ديال المليون مغربيه ومغربي اللي تم التلقيح ديالهم، وبلادنا يعني محتله المرتبه الاولى افريقيا والمرتبه الثانيه عربيا والمرتبه العاشره عالميا، يعني في اكبر عدد طبعا اللي تم التلقيح ديالهم. هادشي راه كله كيف الراح وكيف الشر بالخير طبعا متتبعينا. إذا متتبعات متتبعي قناة شوف تي في، وعيد بلاغ وزارة الصحة من التحق بنا اللحظة، يعني 597 حالة إصابة تسجلت اليوم
خلال 24 ساعة الماضية، والمجموع الحالات الإصابات في بلادنا 496676، وسبعة ديال الوفيات اللي تسجلت خلال 24 ساعة الأخيرة، والمجموع الحالات الوفيات 8825. أما الحالات الشفاء ولله الحمد خلال 24 ساعة الماضية سجلت 348 حالة، والمجموع الحالات الشفاء في بلادنا 483711. أما الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي قد بلغت 5486081. ما في إقليم الناظور الحمد لله ولله الحمد لم تسجل هناك أي إصابة جديدة، ولم تسجل هناك أي حالة وفاة. الحمد لله هادشي كيفرح وكيبشر بالخير طبعا متتبعينا، ولكن بالرغم من ذلك خصنا نبقاو على بال ونلتزموا بقواعد النظافة والسلامة الصحية، ونعملوا الكمامة. راه شي وحدين الله يهديهم، شي وحدين الله يهديهم كيعتقدوا بأنهم راه كورونا راه سالات، كورونا راه ما بقاتش، وشافوا يعني التراجع الكبير ديال العدد ديال الإصابات وديال الوفيات، وقالوا بأنه راه التلقيح راه كاين. وطبعا طبعا الحمد لله راه بلادنا يعني في واحد التراجع كبير في العدد ديال الإصابات والوفيات، وكان واحد الإقبال كبير على التلقيح. الحمد لله هادشي كله كيفرحوا كيبشر بالخير، ولكن بالرغم من ذلك راه خاصنا نبقاو على بال ونردوا البال، نحضيو ريوسنا ونحضيو عائلتنا ونحضيو وليداتنا، لأنه هاد كورونا هادي راه مازال كاينة خوتي المغاربة، كورونا راه مازال ما سالاتش، لهذا خصنا نبقاو على بال. راكم شفتوا يعني بعض الدول اللي سدوا، وبعض الدول يعني رجعوا للحجر الصحي الشامل، يعني كفرنسا يعني كإيطاليا وبعض الدول الأخرى طبعا، وبعض الدول العربية والإفريقية، يعني هذه السلالة الجديدة أصبحت منتشرة يعني في بعض الدول الأوروبية وبعض الدول الإفريقية والعربية، يعني هذه السلالة الجديدة طبعا سريعة الانتشار. كما قلت متتبعينا خصنا نبقاو على بال، خصنا نبقاو على بال ونردوا البال لريوسنا، ونردوا البال لوليداتنا، ونردوا البال لعائلتنا ولغيرنا طبعا. ما نسلموا مع احد، ما نتعانقوا مع احد، ومسافه الامان، والواحد يدير الكمامه ديالو، واي واحد وصلت ليه النوبه باش يمشي يعمل التلقيح راه خاصو يمشي يعمل التلقيح، لانه الطريقه الوحيده باش غنحميو ريوسنا من هذا الفيروس اللعين فيروس كورونا هي نمشيو نعملو التلقيح، لانه التلقيح راه فعال والتلقيح راه ايجابي، والتلقيح راه غادي يعطينا واحد المناعه قويه باش نتصداو لهذا الفيروس هذا، وباش هذا الفيروس هذا ما عنده منين غادي يدخل. اذا متتبعات متتبعي قناه شوف تي في، وصلنا لنهايه هذا البث المباشر هنا من الناظور، الى اللقاء في لقاء مباشر آخر.